زكي أخوي لا يمكن ينتحر، أنا بحكي لك إن زكي لا يمكن ينتحر. أول شيء تأكدوا إنه زكي ما انتحر، زكي مات مقتول. أنا نزلت في شريط الفيديو الأول إنه احذروا وديروا بالكوا وتحرك يا سفارة وتحرك يا سفير، ممكن الأتراك يقتلوه عشان يخفوا خيبتهم ويخفوا إنهم آمن خايب. بالي بلاس قناة فلسطين الرقمية.